السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. احنا النهارده موجودين عند الملواني، الشارع السياحي الكرداسه، الفيديو المنتظر بقالنا كتير ما صورناش عند الملواني، وجينا النهارده علشان نشوف العروض الحلوه وموديلات القمر. من اولها الموديل اللي عليا ده، عايزه اقول لكم الابيض كده بيتخطف حلو قوي، منور في الوان كتير والوانها كلها تحفه، حلوه قوي ومقاساتها حلوه. وللناس اللي ما بيحبوش الاستيك، معانا الموديل ده كمان مش باستيك. عندنا النهارده حاجات خاصه جدا للمتابعين، بس تيجي المكان هنا هتلاقي فيه تصفيات للمتابعين. وريني كده اللي طلعتهم دول، الحاجات دي موجوده تصفيات للمحل، هتلاقوها فيها مقاسات مش موجوده، هتلاقوا في الوان مش موجوده، لكن هتلاقوا في تشكيل كبير تقدروا تختاروا منه. في حاجه زي كده مثلا، وفي حاجه زي دي كمان، تيجي تشوفي كل اللي انت عايزاه هتلاقي موجود عليه تصفيات، اشكال كتير جدا من اللي احنا كنا بنصورها في الفيديو بنفس خاماتنا، بس اسعار مخفضه. تمام، في تشكيل كتير جدا هنصوره النهارده مع بعض في الفيديو، حاجات مقاساتها كامله وحاجات موجوده تصفيات. النهارده عندنا شغل حلو قوي، كل خاماتنا زي ما احنا متعودين، قطن ديور، ولا بتوبر ولا بتكش ولا بتبهر. في حاجات زي دريسات كده بتبقى موجوده معانا، عايزه اقول لكم تشكيلاتها بتبقى حلوه قوي. ده اول فيديو بعد العيد، بقى عندنا موديلات كتير جديده، عندنا شغل عظمه جدا، وزي ما احنا متعودين مقاساتنا بتبقى من اول لارج لغايه 3 اكس، يعني تلبس معانا 125. النهارده الفيديو مميز، عايزاكم تكملوا معايا لغايه الاخر، لان احنا عندنا عروض جامده جدا للمتابعين. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصله كل الاشعارات اللي بنزل الجديده. مساء الخير يا شباب، ازيك يا حسن؟ ازيك يا احمد؟ الحمد لله على السلامه، وكل سنه وانتم طيبين. اكلتوا فطار ولا ما اكلتوش؟ انت اول فيديو بعد العيد بقى نسال. انت باين عليا انت شايفه. انت هتقول لي؟ طيب احنا عايزين نفكر الناس اللي جوه، احنا فين؟ احنا في كرداسه، محافظه الجيزه، الشارع السياحي، قريبين من كل مكان، جاي من اي حته هيعرف يوصل لنا. جاي مثلا من اكتوبر، لو جاي مواصلات موقف اكتوبر جنبه عربيه كرداسه. تمام. جايه من الهرم او من فيصل على المريوطيه. تمام. عربيه كرداسه. جاي من المترو ينزل محطه جامعه القاهره يلاقي عربيات كرداسه. جاي من على الدائري ينزل نزله صفت، لو جاي من على دائري السلام ينزل نزله صفت يلاقي عربيات كرداسه. جاي من على دير المنيب، العربيات اللي بتنزل من هناك بتكمل لحد الهرم، هيلاقي عن مريوطيه عربيات كرداسه. احنا مقفلين عليهم، احنا بص من اي حته احنا هنجيبكم، ولو فين هتيجوا برده المكان سهل جدا ما يتوهش. طبعا انا بسيب لكم اللوكيشن في اول تعليق، ولو ما عرفتيش توصلي لاي حاجه سيب لي كومنت وانا هسيب لك رقم التليفون تتواصلي معاهم عشان يقول لك حتى توصلي، زي ما عندهم كل المفاتيح للوصول لهنا. طيب نقول بسم الله بقى ونبدا الفيديو بتاعنا. طبعا عندنا شحن من اول 6 كده، عندنا الشحن شغال محافظة جمهورية مصر كلها والقاهرة والجيزة، وبنشحن دول الخليج برضو. تمام. ناس كتيرة بتكلمنا الحمد لله من هناك، ومن على قد ما بنقدر يعني ايه بنحاول نوفق الشحن برضو. تمام. معانا شغل جديد وتشكيل جديد النهارده، وانا الموديل ده اول فيديو بعد العيد زي ما وعدتكم كده، تشكيل جديد حلو قوي. وريني يا احمد، بص الموديلات دي قمر حلوة قوي قوي ما شاء الله، شايفين المقاس والخامة بتاعتنا قطن ديور، ولا بتوبر ولا بتكش ولا بتبهى. بص الكم بتاعها هنا كم استك، والشغل بس جاي كده من على طرف الكم. بصوا القطعه كلها عامله ازاي، حاجه حلوه قوي، عايزاها ليكي لاختك لوالدتك لحماتك. بصي قطعه مميزه جدا وحلوه قوي والوانها كتير. طب احنا معانا كده لون الموف زيتوني، بصوا الزيتي بتاعها عامل ازاي، مش الزيتي القافل، حلو قوي. ودي من الموديلات ده زيتي يا احمد. دي من الموديلات اللي هي لون العبايه ولون التطريز، ما فيهاش الوان كتير للناس اللي ما بتحبش الالوان كتير في العبايه. ماشي تمام. الزيتوني بيبقى افتح شويه. لا هو الزيتي بيبقى اغمى شويه. ماشي. بصوا الزهري بقى ما شاء الله حلو قوي، الزهري في الابيض خطير، بيخطف العين وزبونه ما شاء الله، يعني مش قادره اقول لكم قوي جدا. بصوا الموديل ما شاء الله قمر زي ما احنا متفقين، هنا اهو الاستك وهي ليها فتحه كده من على الستر، حلو قوي. دي مقاساتها برده من لارج لغايه 3 اكس. 3 اكس. تلبس معانا لغايه نفس الخامه بتاعتنا الحمد لله احنا ما غيرناهوش. تلبس معانا لغايه 125، لحد 125 مقاس 3 اكس. تمام. بصوا الابيض بقى في الدرجه العسلي دي، حلو قوي ما شاء الله، جميله. والعرض بتاعنا الاسبوع دوت ما يتفوتش، 6 قطع، القطعه ب 180 جنيه، شكلي زي ما انت عايز. القطعه داخل العرض 180، يعني النهارده بجد الفيديو حلو قوي قوي، والخامات بتاعتنا زي ما هي، والفينش وكل التفاصيل اللي احنا بنحبها موجوده في نفس القطعه وب 180 جنيه. طيب الوانها ما شاء الله كتير، اسود بسم الله ما شاء الله. بصوا الاسود في العسلي جميل ازاي، قمر حلو قوي بسم الله ما شاء الله. تمام. المنت، بصوا المنت بيخطف، المنت ده لون ما بيختلفش عليه اتنين، حلو قوي ما شاء الله. واخر حاجه معانا الكحل، الموديل ده اسمه ريشا. اسمه ريشه. تمام بسم الله ما شاء الله. بصوا الخطوه هنا اللي هي الدبل كلوش، خطوتك مرتاحه، اتحركي براحتك، حلو قوي، وب 180 جنيه. يعني موديل جديد ب 180 وبنفس خاماتنا وبنفس الفينش بتاعنا، ولسه عندنا موديلات جديده. في بقى الموديل اللي عليا ده،
عايزه اقول لكم ما شاء الله حلو قوي. ده بقى هنا الكم نازل على راحته للناس اللي ما بيحبوش الاستك في الكم، والشغل جاي من هنا كده نفس الشغل اللي موجود على الصدر هنا، وفي مرد من النص لغايه تحت. خطوتها حلوه ما شاء الله، الوانها جميله، فيها كل الالوان، اي طرحه انت عايزاها بتلفيها عليها، والوانها كلها بجد انا اخترت البس انهي لون ولا لون فيها من كتر ما هي عجبتني قوي وحلوه. بصوا بقى اسمه سلمى، عرفت انا بحبه على اسم بنتي. بصوا بقى ما شاء الله اللون الاسود بتاعه قصير حلو قوي، بسم الله ما شاء الله. ونسيت اقول ان هي كمان نص ياقه، عشان اللي فاتت كانت ليها فتحه من هنا، لا دي كده نص ياقه بس مش مطرزه ساده عشان في شغل هنا، فتحسوا ان ايه في نسبه وتناسب كده في القطعه. دول ده ساتر بقى واحد واثنين، مش واحد واثنين. تمام. السوق واحد يلبس لغايه كام واثنين يلبس لغايه كام؟ واحد بيلبس لحد 95 100 واثنين بيلبس لحد 125. تمام حلو قوي. طيب بصوا معانا كمان منها الكشمير. تمام. ايه تاني؟ بعد ده مستردة. معانا المستردة برده، بس المستردة مع الوان التطريز اللي عليه حلو قوي. بسم الله ما شاء الله. بص الغامق فيها بقى برده مع الوان التطريز جامده جدا ما شاء الله. الخامه قطن بيور، ولا بتوبر ولا بتكش ولا بتبهت. بصوا بقى السيمو فيها، السيمو والابيض فيها خطير حلو قوي. الناس اللي بتكلمنا يوم الثلاثاء يوم الاربعاء وبتيجي المحل في الايام ديت وبتزعل انها مش بتلاقي نفس اللي شافته في الفيديو الثلاث والاربع، اللي هو احنا اصلا بنصور الفيديو الاربع عشان ننزله الخميس، فبيبقى الشغل خلص وبننزل الشغل اللي هينزل يوم الخميس. فاللي حابب يجي ينورنا في المحل يجي يوم الجمعه، اللي بيطلب اونلاين يبقى في سرعه في التواصل، يعني لان حقيقي في 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 زباين بتخش تاخد الموديل كله. انا نفسي ببعت لكم على الواتس ده بمشي، لو عايزه حاجه عايزه كذا بلحق احجزها قبل ما تخلص. والله صح يا احمد، ايوه بيحصل بلحق، عشان انا فعلا ممكن لو استنيت شويه يا احمد والنبي شيل كذا يقول لي ما قلتيش ليه من بدري، انا خلاص ما شاء الله خلصت من عندي. ففعلا اللي عايز حاجه يلحق ويبعت على طول او يجي. بصوا الازرق فيها الزهري حلو قوي 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 قوي، ده ثالث لون عجبني برده فيها، الوانها حلوه قوي بس انا يعني خطفني كده الابيض والسيمو والزهري ما شاء الله تحفه. الموديل قمر بصراحه، الموديل جديد وشيك قوي. تمام. الابيض اللي حضرتك لابساها وعجبني. واحد واثنين. جميله ما شاء الله، انا عجبني قوي بصراحه الموديل ده. وب 180 برده؟ 180 برده. والله يا بلاش على السعر والخامه والفينش، ان القطعه تيجي بالشياكه دي وبالفينش ده وبالتصميم ده بجد حاجه محترمه جدا. طيب معانا كمان ال موديل فرح. فرح؟ واحنا قلنا ده اسمه ايه؟ ده سلمى. سلمى ايوه صح، ازاي انسى؟ بصوا كده بقى ده ما شاء الله حلو جدا جدا. بصوا الرسمه بتاعته جديده واول مره نصوره صح؟ حلو قوي ما شاء الله. بصوا الشغل من تحت وريته لكم. بصوا بقى من هنا من على الكم الشغل واخد كل الكم. تمام. والاستك معاكي ياخد ويدي كده في اللبس، بتلبس معانا الموديل ده كده هيلبس معانا لغايه 100 كيلو طبعا، كل ما يقل كل ما يبقى افضل عشان الاستك يبقى باين الموديل عليكي في اللبس. طيب احنا كده معانا اللون الكحلي. ايه تاني؟ المنت. بص المنت اهو ما شاء الله، دي فري سايز مش كده؟ فري سايز بتلبس لحد 100 كيلو. تمام. بصوا الموف كمان ما شاء الله حلو قوي. الله. والكشمير الوانها كلها جميله، طبعا كل قطعه زي ما احنا شايفين بيبقى مكتوب عليها الملواني، اي قطعه بتاخديها من المكان بيبقى عليها التكات بتاع المكان، عشان ده دلوقتي يا جماعه براند، انت بتاخدي قطعه عشان تاخدي بالمواصفات اللي احنا بنتكلم فيها دي، فلازم تتاكدي ان القطعه نفسها، يعني انت لو حتى تقعدي في المحل فوانت واقفه القطعه اللي انت شايفاها قدامك الملواني، فطبعا اكيد انت مش هتغلطي في كده. كمان معانا لسه منها الاسود والنبيتي، الوانها حلوه قوي ومناسبه جدا للخروج، لو عايزه تخرجي تقابلي ناس هديه برده حلوه قوي. بصوا ما شاء الله الاسود والنبيتي فيها حلوين ازاي، جامدين جدا. وبرده معانا ب 180 والله يا بلاش حلوه جدا. طب بالنسبه للعرض اللي قلت لي داخل المحل هنا ايه؟ في موديلات برده يعني هي ايه، بصي ده بس بتاعتها على بعضها. تمام. ليه الحاجات المكسره مش موجود منها كل الالوان وكل المقاسات، عاملين عليها عرض بس ده للزبائن اللي هتيجي مش متاحه للشحن طبعا، لازم تيجي هنا وتشوفي كل الشغل المعمول تصفيات داخل المحل، هتلاقي شغل حلو، هتلاقي تشكيل حلو، هتلاقي برده في مقاسات بس هتلاقي في مقاسات خرصانه. طيب نشوف بقى كمان الموديل ده. الموديل ده جميل قوي. الله ده مقاسه تحفه، ده كام ده؟ 4 اكس 5 اكس؟ لا هو ده 2 اكس بس، في 3 في 3 كمان. بسم الله ما شاء الله، سواء عشان خاطر القصه اللي بوسط ديت بتدي وسع قوي من هنا. ده يلبس انا مش عايزه اقول اكبر والناس ياخدوها لا مش مظبوطه، خلينا نقول 125 بس انا عندي احساس كده من جوه ان هي تلبس اكتر. ماشي ما شاء الله دي 2 اكس. بصوا يا جماعه بجد تلبس حلو قوي، والموديل بتاعها شيك قوي 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 بجد عجبتني. معانا منها احنا ما فردناش المنت حلو، احنا كده شفنا الكشمير. بصوا المنت بقى في الابيض شياكه ازاي، دي الخياطه من الكتف للكتف، المقاس من الكتف للكتف، وهنا من الباط للباط.
مقاسها حلو يلبس يعني اهو بصوا بسم الله ما شاء الله يلبس حلو قوي عشان كده بقول لكم المقاس بتاعها حلو. معانا كمان الزهري بصوا الزهري في الابيض يخطف يخطف بجد المقاس ده حلو قوي اللي عايز حاجه مقاسها كبير الموديل ده حلو قوي مقاساتها برده من لارج لحد 3 اكس احنا اللي بنشوفه 2 اكس اللي عجبتني والكبيره قوي دي ما شاء الله 2 اكس بصوا المستردة عجبتني قوي الموديل ده هيبسط حبايبنا جميله دي بصوا كمان الموف فيها واو تحفه العجينات برده من ورا ومن قدام اه ده ظهرها بصوا وريها لي من الظهر احنا بصوا الشغل هنا من الظهر اهو ده ظهر العبايه الشغل جايب من الجنب تحت كده فمدي شكل برده حلو قوي حاجه دلع بقى الناس اللي عايزين يتدلعوا واو بصوا الابيض في الزهري تحفه حلو قوي 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 ده سيمو ده اصغر مقاس فيها مش ممكن بقى بصوا في سيمو اول مقاس فيها تحفه ده حلو قوي ده اول مقاس يلبسني يعني مش ممكن يا جماعه انا هلبس اول مقاس في العبايه انتوا متخيلين اول مقاس حلو جدا يلبس اهو ما شاء الله حلو قوي والسيمو فيها خطير الموديل ده عجبني هلبس فيه اصغر مقاس انت متخيلين؟ من هنا من ورا ومن ورا ومن قدام هي اصلا شكلها زي حاجه هي اسمها ايه؟ اسمها ازهار هي حاجه عامله زي اهرامات كده بصوا فيها كده اهرامات حلوه قوي ما شاء الله والكم بتاعها برضو استك انا لفت نظر المقاس ونسيت اوصف لكم الموديل هي الكم بتاعها استك هنا والصدر بتاعها من هنا كده ليه اهو فتحه بالحبلين الصغننين دول برضو حاجه شيك قوي وكده وحلو قوي الموديل ده جميل جدا وكل ده معانا ب 180 يا احمد كل ده 180 ما شاء الله دي تحفه حلوه قوي قوي ما تتسابش بجد ان شاء الله كل الفيديو اه طب دي ايه بقى؟ معانا بقى كده موديل منار منار بصوا بقى ما شاء الله تحفه حلوه قوي 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 ما شاء الله الموديل بتاعها شيك ليه خياطه من تحت الصدر ده اللي احنا بنقول عليه وليه خياطه برده هنا من تحت الخياطه اللي تحت الصدر دي بتديكي نمره اوسع لو انت حتى هتلبسي نفس المقاس بس دي هتبقى مريحه شويه عليكي في اللبس تخليكي تتحركي براحتك اه بصوا هنا الكم برده نازل على راحته وفي جزء من التطريز اللي موجود على الصدر هنا اهو بصوا جامده جدا بصوا بقى شكل التطريز من تحت ما شاء الله تفاصيل حلوه جامده جدا حلوه قوي طيب احنا كده معانا منها المنت الاسود الاسود بصي كده حاجه زي دي هديه قمر حلوه قوي لبسناه ما شاء الله تمام بص المستردة فيها منور مستردة ليه زهوه كده حلوه قوي مستردة في الكحلي ما شاء الله جميل جدا والموف الغامق برده او بتنجاني جميل قوي فيها الله على السيمو بقى بصوا السيمو بتاعها عظمه حلوه قوي 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 ما شاء الله بيخطف العين في الوان كده تلاقيها خطفتك اول ما شفتيها دي برده معانا ب 180 كل الخامات بتاعتنا ولا بتوبر ولا بتكش ولا بتبهت وما ننساش ان احنا خاماتنا كلها قطن بيور يا جماعه وما تنسوش برده ان انا سايبه لكم رقم اسفل الشاشه للتواصل مع الملواني عندنا شحن للقاهره الكبرى والمحافظات وشحن دولي كمان بصوا بقى الابيض فيها حلو ازاي في الكحلي تحسوها حاجه كاجوال كده قمر قوي ما شاء الله اللي جاي من اي مكان وتاي يتصل بينا احنا شغالين كل يوم من 10 صباحا ل 9 مساء تمام يوميا ما عدا يوم الجمعه بنفتح من 8 الصبح يعني احنا اصلا شغالين كل يوم احنا شغالين كل يوم ما بناخدش اجازات تمام احنا خلصنا الموديل بس انا قلت لازم البسها عشان تشوفوها في اللبس عايزه اقول لكم عجبتني قوي حلوه برده من الموديلات اللي هي الكم بتاعها نازل على راحته عجبتني قوي وفي تلبسها على فكره مريحه قوي وجميله طبعا الخامه بارده جدا طب هنشوف بقى الموديل بعد كده ده موديل زينب بصوا الله زينب ايوه حلو قوي بصوا عامل ازاي دي فتحه صغيره من تحت وطبعا الشغل كله اللي هو المربعات المقلوبه ده حلو قوي ما شاء الله وبرده الكم بتاعها هنا بصوا وش الكم كله شغل ما شاء الله جميله قوي وبتلبس معانا لغايه 100 كيلو دي وان سايز اخرها معانا 100 كيلو طبعا كل ما الوزن بيقل كل ما بتبقى افضل معانا كمان منها المنت والكحلي تمام بتنزل كده على كالوش عايزه اقول لكم حلوه لو هتلبسي عليها كوتشي وطرحتك وتنزلي قمر لو هتقابلي بيها ناس في البيت حلوه قوي لو قاعده في بيت عيله وطالعه نازله تتحركي بيها فهي ما شاء الله جميله قوي بصوا كمان المنت فيها في الابيض حلو قوي قوي ما شاء الله جميله جدا 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 الحاجات دي حلوه قوي كل الوانها على فكره مناسبه للخروج بصوا الاسود ما شاء الله جميله بصوا الشغل من تحت في التطريز عامل ازاي ما شاء الله جميله جدا بسم الله ما شاء الله تمام سلسبيل ده برده مقاساته من لارج لحد 3 اكس من لارج لغايه 3 اكس الله ده حلو قوي ده سامبل كده هو الشغل بتاعه جاي من على الصدر بس وهنا من على الكم الكم استك واخد برده كده روح من اللي موجوده في صدر العبايه حلو قوي بسم الله ما شاء الله جميله قوي طيب الخامه بتاعتنا كلها قطن بيور ولا بتوبر ولا بتكش ولا بتبهر وليها خياطه من هنا اهي تحت الصدر عشان بتديكي النمره الاوسع اللي انا بقول عليها دي
وبرده ليها خياطه من تحت اهي، بصوا كده على الموديل ما شاء الله كحلي فيها حلو قوي مع الوان التطريز اللي فيه ما شاء الله لايقه قوي. وهنا اهو الخياطه هتبان عشان ده فاتح، ده المنت بقى، بصوا المنت الوان التطريز رقه قوي عليه ازاي، الخياطه اللي تحت اهي اللي بقول لكم عليها تبقى كده حاجه تشبه الدريس شويه وانت لابساها بتبقى شيك قوي. تمام، معانا منها كمان الجديده، الوانها كلها جميله، مقاساتها معانا من لارج لغايه 3 اكس، تلبس معانا لغايه 125 وبتلبس من 70 75، مقاساتنا حقيقيه اللي احنا بنقول بتلبس لغايه 125 بتلبس، ولو قلنا ممكن تلبس لغايه 130 كمان بعض الموديلات، او بتلبس مش هنقول 125 و130 وهي تلبس 100 110، مقاساتنا حقيقيه وده دايما باكد عليها. ان هنا الملواني مقاساته مرتاحه حلوه. ده ايه كمان؟ ده بقى الموديل كده، ما ننساش ان احنا الاسعار معانا النهارده موحده كلها 180، وفي تصفيات على شغل موجود في المكان، ممكن تلاقي لون مش موجود او مقاس مش موجود بس بتاخديهم بسعر اقل. شايفين الشغل ده بسم الله ما شاء الله حلو ازاي، جامد جدا 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 ما شاء الله. بصوا الكشمير فيها كمان قمر، بسم الله ما شاء الله حلو قوي. دي برده للبنات بتوع الجامعه، للاستقبال، للضيوف، لهديه تحطيها في الدولاب لو حد جالك، حلو قوي. طبعا عندنا تجار الجمله تقدروا تاخدوا اي كميات احنا عايزينها، احنا اصلا هنا مصنع، احنا اللي بنصنع الشغل بتاعنا، عشان كده دايما واثقين في الحته اللي انت بتغذيها، وبنتكلم في خامات وفي تطريز وفي فينش. الحاجات دي بره بتتباع ب 250 و 280 جنيه حقيقي. اسعار كده محدش بيجي على الخامه دي، على الخامه دي بصوا ما شاء الله، لان الخامات بتطلع وتنزل فاحنا مع السوق. شايفين الشغل عامل ازاي، بجد حاجه محترمه جدا، اللي بيتي فيها خطير، اللي بيتي فيها عظمه، حلو قوي. ده اخر موديل معانا، ده اخر موديل معانا، موديل سالي سالي. بصوا الله، ده قمر قوي، قمر قمر يعني، حلو قوي بسم الله ما شاء الله. بصوا كمان الابيض فيها عامله ازاي، دريس يا جماعه بجد حلو قوي. دي بقى ما فيهاش فتحات من تحت، دي نظام ادوار تبقى عامله زي الدريس في اللبس، والشغل دايما على وش الكم كده، ومن الموديلات اللي هي لون العبايه ولون التطريز، ما فيهاش الوان كتير عشان حتى لو هتخرجي بيها فهي ما فيهاش دوشه، تقدري تحطي اي طرحه عليها برده هتيجي. بصوا المنت بقى ما شاء الله ما شاء الله، بصوا المنت عامل ازاي، لون التطريز المنت مع الابيض جميل جدا. بصوا الكشمير هنا مع الموف قمر، حلو قوي بسم الله ما شاء الله. الخامات كلها قطن بيور، ولا بتوبر ولا بتكش ولا بتبعت، وزي ما احنا قايلين اللي بتبقى بأستك، اللي بتبقى بأستك دي بتلبس معانا لغايه 100 كيلو. تمام كده ما شاء الله الفيديو بتاعنا خلص النهارده، تقريبا ثلاث ارباع الموديلات او 90% من الموديلات كلها جديده. الفيديو بجد كان مميز جدا، وانا مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله، باي باي.